مضروب بالمصران 5 ضربات في المصران اللي قال لنا الطبيب، ومضروب في الطيحان اللي وقع وليدي هذا بارك في الحانوت ديالو. جا هو واحد جابو قرعة الشراب دخلوها الحانوت، بدا تيكب في الشراب قال لي خرج تدخل عليا الدراري، خرج برا سير سكر فين بغيتي وبعد ليا من الحانوت. انا تنترزق الله، قال لي ما كنت وليتي فيها بطال، قال لي خرج خرجو تشانقو برا. ملي تشانقو جينا فكيناهم، ناضو العائله ديال جدو والعائله ديالنا حنا فكيناهم فارقناهم. عاود مشى تاني رجع ليه، عاود مشى جاب تاني خوتو جابو الشراب بركو حدا الموبل، جاو البوليس قال لهم ولدي راهم ما فين باركين، خرج ديهم قبل ما يوقع شي واقعه. قال لي حنايا ما بان لينا حتى حاجه، يلا طلع عندنا ودير رابول ولا جيب خوك ودير رابول. قال لي صافي، قال لي صافي. هما مشاو البوليس زادو هما جاو هجموا على ولدي، ولدي دخلناه بارك في الدار توقفوا عليه كلهم، هو وخوتو اختهم مجنا واحد الباب. خرجت عندهم لحوا عليه الجاكيطه ضربوه الكرشو ضربوه العنقو، هما بربعه هما وختهم، والدري اللي جا معاهم الاول جا معاه قرعه الشراب. ما عرفتش منين جاب هذاك الدري، ما عرفتش قالوا هو من التقليه هو راه عامل مجموعه 6. بنت ولدي بنت خوه هي اللي رجعت ليه هكا، دارت ليه بقات شاده بحال هكا مرجع ليه كرشو والمصارين خارجين، دارت لي هاك هاك وباركه فوق منه وتيغوت عتقوني عتقوني عتقوني. تداو للسبيطار تنطالب دابا بحق ولدي، هذا الشيء اللي تنطالب. وتا السلطه هذوك جوج اللي جاوا راه ما داروش خدمتهم، كون داوهم ما غاش يوقع لولدي هكاك وما غاش يوقع لينا هذه الحاله. كون عداوهم هذوك جوج البوليس ولا كون جاوا داو على ولدي، كون هزوه في الطوموبيله وداوه يقول لي عبر الرابول ما غاديش يوقع لولدي هذا الشيء. وانا دعيتهم لله ياخذ الحق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.